قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسلا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين الرقي والسلام، إننا قوم خلقنا قيمون. من قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسلا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيمون. من قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. كل قلب عاش لله سليم، يحفظ النفس بقرآن عظيم، ويؤدي سنة الهادي الكريم، إننا قوم خلقنا قيمون. من قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم. فاطلبوا العلم فإنا مسلمين، وبدين الله دوما على الحق سنبقى مخلصين، إننا قوم خلقنا قيمون. الحمد لله، الحمد لله يسر كل لما خلق له، وجعل الأعمال بالخواتيم. خرج موسى قائفا يترقب، فعاد لأهله وهو كليم، وذهب ذا النون مغاضبا، فالتقمه الحوت وهو مليم. ونشأ محمد عليه الصلاة والسلام يتيما، فكان الفضل لذلك اليتيم، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. الحمد لله فجر الماء من الجلمود، وأخرج الثمر من يابس العود، وهو الكريم الودود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، شهادة راجل للحسنى والمزيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ذو المقام المحمود والحوض المورود، صلوات الله وسلامه عليه، ما أورق العود وقهقهت رعود، وامتلأت سدود ولبست برود، وأبرمت عقود وصدقت وعود، وخلفت بنود، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم ما دار نجم، ما دار مجن في فلك. فيا ذخر الإسلام، مستودع الآلام، مستودع الآمال، ونساخ الآلام، روح الأمة الحية وطليعتها الوثابة، صبحها المسفر ودوحها المثمر، عقود الجمان وقلائد العقيان، رواد الروض ووراد الحوض، عسكر الرياحين وزهر البساتين، هداة الركب إلى العالية، وهداة الغافلة في السهل والرابية، من أحسب أنهم أهل لهذه القافية، قوم هم دعم الهدى، لا تدعن عيناك عنهم إن ترد دعم الهدى، الراشدون المرشدون إلى الهدى، والواردون المسترون الرودى، لو حاولوا نيل السماك بعزمهم، نالوا ثريا بعده والفرقدى، وإذا اشتكى لفح السموم أخو السدى، أجروا من الصلصال بحرا مزبدا، راحوا المعارف إن تعاطوا كأسها، لم يدفعوا عنها ندما ولا دمرا،
ذكراكم في القلب منقوشة وحبكم في الله مستكمل. حللتم قلبي حللتم قلبي وهو الذي يقول في دين الهوى بالحلول. نضر الله وجوهكم يا معشر الأبرار وقوى بكم الأحرار ودفع بكم الأشرار وبارككم بالعشي والإبكار. في يوم لا أرى فيها إلا المغوار وأبا المغوار وحفيظ المغوار وصد المغوار. أحييكم بتحية الإسلام تحية أسفى من الزلال وأدفى من سابق الظلال. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما مثل الشهد بالزلال وكالمسك الذكي وكاللآل. سلام ألطف من الشمول وأحلى من رضاب المعسول. سلاما يحاكي صيتكم في المعاشر ويزري بعرف المسك والندى عرفه فما هو إلا في المخاطر. أيدكم الله وتولاكم وأمدكم بالمكارم وأولاكم وحرسكم من المكاره ووقاكم وأسعدكم ذرر المجد ورقاكم. أطال الإله الناس فينا بقاكم لإحياء معروف ورمس المناكر. سدد الله خطاكم وهداكم وتولاكم إله العالمين. أما بعد وحا شرف وين لأننا أكسن إن المانتا كقب قاضنينو xafladii 17-aad limacad imaam an-nawawi. Dhammaan ardada, macallimiinta, culimada, waalidka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xaflada macad imaam an-nawawi. Macadku waxaa lagu bartaa luqadda carabiga iyo sida loogu hadlo. Koox kasta marka ay takharujayso ama ay la gaarto maqsadkii loogu talagalay luqadda carabiga waxay qabsadaan xaflad. Xafladaasi oo ay ku soo bandhigaan wixii ay baranayeen ee meesha inta muddada ay joogeen ay ka baranayeen. Dana waxaan u diyaarsannahay inaan aragno ardadaasi waxay soo barteen iyo qaabka waxay u soo barteen. Waxaana ku bilaabaynaa waxa ugu khayr badan ee lagu bilowdo waa aayaatun min alqur'aan alkariim. Waxaynoo akhrin doonaa xasan cabdullaahi. Falitafadal mashkuuran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك أحمد علي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الرحمن ذو الفضل عليه ربنا المعبود ذو العرش العلي وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع مكمل. عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كعرف الروض سافحه الندى يزف إلى أهل المكارم والندى ولا زال ما قام المؤذن للندى. حياكم الله وبياكم وحيا حيا منكم وجوها إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاشر وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر. أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي إنما قمت هنا مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. أما بعد أيها الحفل الكريم ماذا أقول؟ فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمة منه وبركاته. عليكم منا سلام الله ما سطحت شمس الضحى وأنارت سائر الحذب. عليكم منا سلام الله من همرت بالغيث مزن وما تسقيه من عشبي قطوف من زهور الياسمين. أقدمها لكل الحاضرين وفيض من تحيتنا إليكم تقر به عيون الناظرين. سلام كالزهور وكالذلال إلى أهل المودة والوصال. مرحبا بكم بتراحيب فاق الجبال أبها ثباتا وازدادت عن مرابعها نباتا. إن ضاقت بكم الديار والمرابع ففي سويداء المدامع فصيح المقعد لكم. مرحبا بكم والكل ردد وأنشد يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل. قلوبنا هي المحل وهي فصيع المقعد فهذه الطلائع زانت بها المرابع أقمارها سواضع نجومها لوامع.
أنعم به من مقدم هنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم حللتم أهلا ووطئتم سهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحفلة سميناها حفلة السامية لحفظ اللغة السامية. ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ضيوفنا الأكارم، أهديكم سلاما سلاما خاصة، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا. فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وحيا هلا بكم، ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أيها الإخوة الأحباب، من كل قلب يمتلئ بالحب، وكل عينين تشعان بصدق، وكل لسان ينطق بالحق، نقول أهلا بالضيوف الكرام. أهلا بالضيوف الكرام، نرحب بكم عرانين جدة وبطاحها، يوم جئتم من دار الجنوب وقممها، بل من كل أنحاء مدينتنا الحبيبة، فأهلا بكم أهلا، فأهلا بكم. كلما نبست شفاه أو رفت عين أو خفق قلب بحب، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأكارم، بالتأكيد فإن حضوركم هذا اليوم وتشريفكم لهذا الاحتفال لمن دواعي الفخر والاعتزاز والفرح والسرور لأهل الحفل كافة. أيها الجمع الكريم، فحضوركم شرف لنا، ويضفي على حفلنا أنس وسرورا، فبارك الله في مسعاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هران وصعلي دونا وحباء التعليق مسامين دونا، وحن أقول إن شاء الله تعالى فضل تعليم اللغة العربية وكهل دونا إبراهيم عبد الله صالح، فليتفضل مشكورا. آمين. الذي أنزل القرآن بلسان عربي على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الحفل الكرام، أريد أن أقرأ عليكم في بيان فضل تعلم اللغة العربية. ولا شك أن تعلم اللغة العربية هو أمر مطلوب بكل حال، لأنها لغة القرآن المعجزة الخالدة التي نزلت لتكون منهج الحياة الناس إلى قيام الساعة، واصطفى الله عز وجل لتكون وعاء يحمل هذه النور والهداية إلى الناس، واصطفى الله عز وجل باللغة العربية لتكون وعاء يحمل هذه النور والهداية إلى الناس. وذكر بذلك في نحو 10 مواضع، منها قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: قرآنا عربيا غير ذي عبج لعلهم يتقون. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أيها الإخوة، من عناية إعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى: تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين.
هذا من خلفاء الراشدين، وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. أيها الإخوة، أن نتعلم اللغة العربية فرض وواجب شرعي، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وغير ذلك من الأدلة التي تحثك على تعليمها وتدريسها. هذا آخر كلامي أقول لكم، ألا فاتقوا الله وعرفوا فضل لغتكم ومكانتها، لكي تفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وحين أصعد أردد هذا القضاء إن أرقنا وحي صبر تين شباب الأمة لأن يرد دورك كله أمة جد هذا وحن نأخذ دون إن شاء الله تعالى زكريا أحمد عبدي. الحمد لله الذي أكمل الكائنات قوتهم قبل الهرم، ومن على الشباب نهضة الأمم، وأخص لأمة المحمدية الخيرية الأمم، واختار لأحمد شفيعا للخلائق والأمم. أشهد أنه الواحد الصانع الأتم، وعلى نبيه المختار هداية للأمم. صلى عليه الله ما سطر القلم وأيقظ للأمم. شاب وحدانية بارئ النسم، شاب وحدانية بارئ النسم، وعلى صحابته الكرام الذين سطروا أروع القصص لقيام الأمم. أما بعد، أيها الحفل الكرام، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع الأدوار التاريخ عماد الأمة، عماد الأمة وسر نهضتها ومبعث حضارتها وحامل لوائها ورايتها، وحامل لوائها ورايتها وقائد مصيرتها إلى النصر. إن الإسلام لم ترفع في الإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه، ولم تنشر في العالمين دعوته إلا على هذه الطائفة التي تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشباب مرحلة القوة والنشاط والطاقة والطموح الوهاج. إن الشباب هم رجال الغد وآباء المستقبل، وعليهم مهمة التربية الأجداد والقادمة، وإليهم تؤول قيادة الأمة في جميع مجالاتها. ففي سلاح الشباب سلاح للأمة، وفي فسادهم فساد لها، لأنهم القوة المتحركة في المجتمع. ونجاح الأمم يرجع إلى مقدار علو همم شبابها، وإلى مقدار آمالهم وأعمالهم. ولله ذر فتنة من شباب الإسلام في ميادين البطولة، صلوا حرها وحملوا عبئها، واندفعوا بحماستهم الملتهبة وإقدامهم الرائع، يخطون مسارع الأعداء ويرسمون لأمتهم صور التضحية والفداء. قال شاعر: شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما، طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوقع كانوا كمادا، يدكون المعاقل والحصونا. إن من ينظر إلى حملة الإسلام الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أكثرهم كانوا شبابا، قام عليهم الدين وحملوه على أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم. فهذا معاذ بن جبل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا القوم قالوا من فتى خليت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وكان رضي الله عنه على حداثة سنه مسلما مؤمنا صلبا قويا، يحمل
كل تبعات إيمانه ودينه، جعلته قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سن مبكره لم يتجاوز 20 سنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش بين أفراده وجنوده أبي بكر وعمر لله ذره يا معاذ رضي الله لله ذره يا أسامة رضي الله عنه. وهذا معاذ بن جبل مقدام العلماء، لله ذره من سيد من سادات الشباب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. يقول عمر رضي الله عنه: لولا المعاد بن جبل لهلك عمر، أولئك آبائي فجئ لي بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير مجامع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مرينا هذا حال السوق عيال حواراتك مع توح اللي قبلنا إيه، وحنا كبل وين حواراتك إن شاء الله تعالى إلياس يعقوب، فليتفضل مشكور. صلاة صلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك؟ عساك بخير؟ أتمتع بصحة جيدة والحمد لله. هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ ماذا تريد أن تكون في المستقبل إن شاء الله؟ أحلم بأن أكون عالما وداعيا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وأرشدهم طريقا مستقيما لكي يخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. سيحقق الله لك أمنيتك هذه ما دمت تريد خير لنفسك ولخيرك من إخوانك. نعم الطريق الذي اخترته، فهذا يدل على رجاحة عقلك، هنيئا لك على ذلك. شكرا لك على هذه المطرح. لماذا اخترت أن تكون داعيا؟ لأن معظم المسلمون يشغلون عن دين الإسلام ما لا ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، والأعداء ينتشرون الفتن بين المسلمين وحاربهم بكل فرق وبكل وسيلة، ولهذا قررت أن أبذل جهدي لإنقاذ المسلمين من حال الفتن. يكن الله معك في كل خطوة يا أخي الكريم. آمين رب العالمين. فما عنك بما تحلم في المستقبل؟ أطمح بأن أكون معلما يعلم الأطفال المسلمين ويحسن تربيتهم، فتعليم الأطفال شيء مهم في مجتمعنا الإسلامي. إن تربية الأطفال وتعليمهم أمر صعب ويتطلب جهدا كثيرا، ولكنه ذو فائدة كبيرة، وأرجو من الله أن يسهل لي هذا الدرب إن شاء الله. إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تسير أحوالك يا أخي الكريم؟ أنا على أحسن حال والحمد لله، لكنني ألمح حزنا عميقا على محياك، وكأن قلبك مليا بما لا يسر، فأخبرني عن الأمر، وربما أكون بلسما لك أو أخفف عنك. لقد عزمت على الزواج بعد عزوبة طويلة، وهذا هو الأمر الذي يرققني ويجعلني ساهرا طوال الليل دون أذوق طعم النوم، فإن الآن مشغول بجمع الأموال، فعرسي بات قريبا. ما بك يا رجل؟ ظننت أن أمرا جللا حل بك. إذا بك تشكو من أمر هين كأمر الزوال، حريا بك أن تفرح وتتفاءل، لأنك تنتقل إلى حياة جديدة، لا أن تحزني وتشتكي. صحيح، أنني أنتقل إلى حياة جديدة ولكن الزواج ليس بالأمر سهل، فللزواج أعباء تخصم الظهر، ومسؤوليات جسيمة تلو الجبال بحملها. تتحدث عن الزواج وكأنه أمر يجلب للتعاصم، فالزواج يود إلى حياة سعيدة وهدية، وهو منحد من رب العالمين،
لا تنسى هذا، وهل أحسنت الاختيار؟ بضمع نعم، فشريكة حياتي هي ذات حسب ونسب ودين، يبدو أنني محظوظ. إذا يكن الله معك، فإذا زعمت فتوكل على الله، وأقول لك بارك الله لك بها ورزقكما أولادا صالحا. شكرا يا أخي، أنت أولى بشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاتو ونسيب دينا حواراتك إن شاء الله تعالى قبلها أولي أحبال لك ماركنا نوملين وحنك سود بينا يا عم فاروق محمد عبد الله يسكين الشيخ عبد الله فلتفضل مشكورا. أحييك بتحية من القلب يضيق شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية معطرة بالود والاحترام، تحية أبعثها من عروق قلبي، تحية أهل السماء وأهل الأرض، تحية بدؤها سنة وردها واجب، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصفحة الأول أقدم إلى طلبتي والأساتذة والطيور تحية أحلى من العسل وأطيب من العود، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك؟ هل أنت بخير؟ كل شيء على ما يرام، ولكن بلغت في التحية فخلعت عيني وخرجت شعوري تحيتي والإخوة. أختي العزيزة، خلينا نترك المعاكسات ونتعارف بيننا. تفضل يا أخي الكريم. أي معهد تدرسين أراك تتقنين العربية بشكل رائع؟ أدرس معهد قل نظيره وقد تميز بجهد وإخلاص، معهد شعاره والعلم والأدب والإخلاص. لاحظت بأنك متيمة بالعربية وتكنين لها الحب والاحترام والتقدير، أليس كذلك؟ بل أنا شغوفة لمعرفة مزيدا منها، فظمعي يزداد يوما بعد يوم ولنرتوي منها إلى يغيبنا الثرى. أزداد تعجبا بكلامك كلما سمعته أكثر، لا شك أن معلميك ذو خبرة ودراية، وأمل أن أنضم إلى معهدكم لكي أحظى بما حظيتم من فصاحة وبلاغة. ترى هل سأصبح مثلك يوم ما؟ بلى، قد تكون أفضل مني، وإن ضاعفت جهدك وتعلمت بعزم قاطع وإصرارا مستمرا ودون ملل، فمعدنا يستقبل كل مجتهد يراغب بتعليمة العربية، أكان طفلا أم شيخا فلا تمييز ولا تفريق. ما اسم المعهد وأين يقع؟ اسم معهدنا إمام النووي، ويقع في حي سنة، وفي معهد معلمون ماهرون يؤدون واجباتهم بأكمل وأحسن وجه، حفظهم الله لنا من كل سوء. آمين يا رب. في الأونة الأخيرة، معظم شبابنا معرضون عن اللغة العربية إذ يزعمون بأنها أصعب اللغات ومن الصعب تعلمها. هذه فكرة خاطئة تدور في أذهان الكثير من إخواننا، ألا نصحت إليهم؟ وربما يتأثرون بنصيحتك ويغيرون آراءهم. أقول إن العربية من أسهل اللغات وأفضلها، ومن أراد تعلمها يتبع الفضلات التي وضعت لها، وأن يجتهد ويغامر قدر الإمكان، وأن لا يستسلم ويصيبه الإحباط إذا ساوت عليه، إن فعل ذلك فحينها حتما سيتعلم إن أراد المولى. لقد تأثرت بكلامك وترك أثرا كبيرا في نفسي، أرجو من الله أن يسهل لنا اللغة العربية لنتمكن بتعليم غيرنا لينتشر العلم إن شاء الله. والآن أود أن أشكر أساتذتنا الذين بذلوا جهدا كبيرا لتعليمنا وتربيتنا، فأنتم يا أساتذتنا في مقام والدينا، ونحن لا نستطيع أن نفي بحقكم علينا مهما فعلنا. أرجو من الله أن نمضي في طريق العلم إلى أن تنتهي أجالنا وندفن تحت التراب. وأشكر أيضا ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم وأناروا حفلتنا بقدومهم. وأنا أيضا أقدم شكرا وتقديرا لأساتذتي، وأقدم ترحيبا لطيوفنا الأعزاء الذين لبوا دعوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرضنا لنا دي لو تلقوا لنا حوار لو استاجيو سيدا يستكدر من الواخرين لهايين، لكن waxaan rabaa inaan ka gudbo aan u gudbo qaybaha saxaafada idaacada iyo waxa la midka ardaydu say soo jeediyaan ama say luqada ugu hadlaamay say u barteen fadlan tafadhal asxaabta saxaafaha soo dhawaadaan.
وبركاته. أسعد الله صباحكم باللمن والبركة، تشاهدون قناة النووي الأخبار في وسط قارساء، معكم اليوم عبد الرحيم نور أبو سليم. وزارة أحمد. ونستهل نشرتنا بأهم العناوين. أعلن مبعوث الانتقالي الإفريقي إلى السودان محمد حسن نبات أن المجلس العسكري الانتقالي يقر. طالب وزير خارجية الصومالي أحمد عيسى عويد شركة موانا دبي العالمية بإعادة النظر في عقدها مع مضيقة أرض الصومال. كسماية وضربة النساء في ولاية جبلان جنوب الصومال بوسوة إلى عصية البرلمان الولية. أحد الأسئلة الكبرى التي يجب طرحها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 هو موقف المرشحين الإسرائيليين. أما الآن مشاهدينا الكرام فأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مبعوث الانتقالي الإفريقي إلى السودان محمد حسن نبات أن المجلس العسكري الانتقالي يقر الحرية. أرسل إلينا هذا الخبر مرسلنا عبد الفتاح فارح محمود. أعلن المبعوث الانتقالي الإفريقي إلى السودان محمد حسن نبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير اتفق على تشكيل مجلس السيادي لمدة 3 سنوات. وتشكيل حكومة الكافئة. وأضاف المبعوث الإفريقي في مؤتمر الصحفي عقد في وقت متأخر يوم الأربعاء أن الطرفين اتفقا على تأجيل تشكيل التشريع لحين تشكيل مجلس السيادة وأنهما اتفقا كذلك على تشكيل لجنة التحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد. فقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل محسسات للسلطة الانتقالية. وأوضح أن ولايات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين فضوا أثناء فترة الاحتجاجات. ومن جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين أن تنحى الرئيس معزول عمر البشير ندامه وكان مطلبا أولا وتسليم البلاد لسلطة المدينة. وكان مطلبا ثانيا لكنه سيمضي في إنجاز أهداف ثورة. وأضاف التجمع أن الشعب السوداني لن يرضى بغير إنجاز ثورة كاملة غير مغوصة. كما دعا إلى التماسك من أدلة حراسة وضمآن تحقيق أهدافها. عبد الفتاح فارح مامولي من عاصمة السودان خرطوم. خارجية الصومالي أحمد عيسى عود شركة موانا دبي العالمية بإعادة النظر في عقدها مع مضيقة أرض الصومال. أرسلت إلينا هذا الخبر مراسلتنا مريم محمد ولديها بالتفاصيل. وقال وزير الخارجية أحمد عيسى عود في مقابلة مع مقابلة مع وكالة رويترز ندعو موالي جميع العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بميناء البربرة لتدعي أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال. ولافت أن الاتفاقات التي أمرت موالي جميع العالمية عام الماضي لتطور منطقة الاقتصادية في ميناء البربرة في أرض الصومال تجاهل سلطة الشرعية للصومال وأفسد سوء فهم وخلاف ما زال من دون حل. وقال رويترز إن محادثات باسم شركة موالي تبيع العالمية امتنعت على التعقيب على تصريحات الوزير مريم محمد عاصمة الصومال مقدشو. أرض النساء في ولاية جبلان جنوب الصومال بوسوة إلى عصية البرلمان الولية. أرسلت إلينا هذا الخبر مرسلتنا أسماء حسن ورأي في ولاية جبلان جنوب الصومال بالمساواة في الوصول إلى عقلية برلمان الولاية في الانتخابات المقررة إجراءها خلال هذا الشهر. وأشارت فاطمة معلم 27 عاما التي هي واحدة من 24 امرأة مرشحة في عملية الاختيار عقلية برلمان القائمة على العشيرة إلى تحتيات تواجه المرأة من شيوخ العشائر الذين قالت إنهم جزء من العقوبات التي تحول طول قيام النساء بالتمثيل في السياسة.
وذكرت فاطمة معلم وذكرت معلم التي هي أم الخمسة أطفال أنها ستبذل قصارى جهدها للفوز في معركة السياسة. وأوضحت أن النساء معزولات إلى حد ما لأن المرشحين الذكور يتمتعون بالدعم والتمويل مؤكدة أن ذلك هي ضعف تصميمهن. وعادت ما يحمل المجتمع الصومالي فكرة محافظة عن دور المرأة في الحياة الأسرية والمجتمعية، ونادرا ما تقدم لهن مناصب في القيادة السياسة. ويوجد في برلمان جبلة الإنتاجية ولاية 4 نساء فقط من بين 75 نائبة. أما برلمان ولاية بنتلاند الذي تم تشكيله مطلع العام الحالي فإنه يضم نائبة واحدة فقط، أسماء حسن شيخ، مدينة كسماء وقت صوماليا. أرسلت إلينا هذا الخبر مراسلتنا سمية دقو ولديها بالتفاصيل. بعد أنها بالفعل التهديد بالتقسيم الحزب الديمقراطي المريكي، وهذه المتناول غابت العملية السلام بين إسرائيل وفلسطين التي حاولت الولاية المتحدة الأمريكية التوسط فيها لقعود عن المشهد من الأساس. وعلى الرغم من أن الزواج من الترام كبيرة الانسجام البيت هنا بيت يعتبر عن مدعم عائلة بصفة الغني، فإنها تقريبا لا تشتمل الفلسطينيين بالمرة كما من الثقافات الإسرائيلية الأخيرة التي تصبح من فقاع رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مسكهم بالزمان السراء. بعدما وعدت مدة النقاطة السيطرية على أجزاء الكبير على أجزاء الأجزاء الأخيرة الكبيرة من الضفة الغربية لا تبشر بالخير بشأن رؤية المستقبلية للسلام. وهذه الأسباب وغيرها أن هناك فرصة كبيرة أن يقل لو محاولات الأمريكية وإخفاقاتها المستمرة التوسط فيها لقعود عن المشهد من الأساس. المنتخب ودع المنتخب المصري المنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. أرسل إلينا هذا الخبر مراسلنا عبد الفتاح عمر الضبراء. مدير اتحاد الكرة بعد استقال جميع أعضاء عقب ودع الأمم الإفريقية. ودع المنتخب الوطني المصري المنافسات بطولة الكأس الأمم الإفريقية لدوري 16 ليهدر فرصة كبيرة في تتويج بطولة الثامنة في التاريخ. ودع المنتخب الوطني المصري ودع المنتخب الجنوب إفريقيا بهدف نظيف سجلة اللاعب لورش ليقضي على اللامات. الفراعنة في ليلة من الليالي استأذن القاهرة الجزيرية. ووفق لما نشر بالصحف الرسمية الاتحاد المصري لكرة القدم فقد تقدم الشوبير باستقالته كآخر الأعضاء لاتحاد المستقلين وذلك استجابة للدعوة أبو ريدة. ومن المنتظرين أن يتم في الساعات المقبلة وسط الترشيحات باردة للقيادة المهمة السعبة منا حسن حمد الرئيس الأهلي السابق، فما رأيك في هذا السبق وراءه بتوديعه لأمم إفريقيا؟ شاركنا برأيك في التعليقات أسفل المقال. عبد الفتاح عمر، عاصمة مصر، القاهرة. كانت وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي موجة من ردود الفعل المتباينات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب بعضها بالتحقيق الدولي في أسبابها، وجاءت معظم ردود الفعل على موته من الزعماء الإسلاميين وبعض الجماعات والحركات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها ومنظمات لحقوق الإنسان. أنحت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر باللوم في وفاته على سلطات المصرية، وقالت إن وفاته قتل المكتمل الأركان، ووصفته في البيان الذي نشرت على فيسبوك بأنه شهيد. ودعت الجماعة في بيان حشود الناس إلى تجمع احتجاجا خارج السفارات المصرية في العام في 21 يونيو، كما طالبت بتحقيق الدولي في وفاته. وقدم المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك التعازي إلى أقارب المصري وأنساره. قال أمير قدر تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر: تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة بالمفاجأة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. التقدم إلى عائلته وإلى شعبه المصري الشقيق بخالص الأعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المرسي الذي كان حليفا مقربا منه على كفاحه من أجل الديمقراطية وأسفاه إياه بالشهيد. وقالت إن التاريخ وفاته وقالت إن
وقالت إن التاريخ لن ينسى الذين تسببوا في موته بسجنه وتهديده بالإعدام، ومن المرجح أن تزيد وفاته بحسب مقولته. وكالة رويتر للأنباء من الضغوط الدولية على الحكومة المصرية بشأن سجل حقوق الإنسان، خاصة الأوضاع في السجون حيث يحتجز آلاف الإسلاميين ونشطاء العلمانيين. كيف علقت منظمات حقوق الإنسان على موته؟ طالبت منظمات حقوق الإنسان بعقل التحقيق الدولي في طريف اعتقال وموت الرئيس المصري السابق الذي عزله الجيش في عام 2013 بعد عام واحد من توليه السلطة، ودعت منظمة العفو الدولي إمسة الحكومات المصرية إلى بدء التحقيق محيط وشامل وشفاف في أسباب وفاته وظروف اعتقاله. انتقدت هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ما قتلوه هيومن رايتس واش في تغريدته المتعلق بوفاة الرئيس المرشد، وصفات هيئة التغريدات التي كتبتها سارة ليلى مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها ليست إلا استغلال سياسي باسم حقوق الإنسان، وإضافة أن التغريدات تحتوي على إذاعة كاذبية تؤكد التوقيت الذي انتبع يوم الرئيس واش في نشر الأكاذيب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية، وشكرا لكم على حسن المتابعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لدينا اليوم برنامج اتجاه معاكس، ونناقشه موضوع يتعلق بالجامعات في منطقة الشمال الشرقي كينيا، ويشارك معنا ضيوف الكرام ومنهم وزير التعليم في المنطقة وطالبان من طلاب الجامعات وواحد من عباقرة الشعب. والآن نرحب الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الضيوف الأعزاء، أشكركم جميعا على اشتراك هذا البرنامج معنا. والآن نبدأ عن وزير. أحييكم بتحية أحلى من السهل وأطيب من المسك، تحية تأتي من نفحات قلبي، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لم يعرفني، اسمي عبد الحافي النور عطيه، أنا وزير التعليم في منطقتنا هذه، وأريد أن أعرض لكم منافع جامعاتنا العالمية. ولقد سمعت شكوات صدرت من الشعب يشتكون عن جامعاتنا، لكن سنتربص عن ذلك، وشكرا لكم على حسن ضيافتكم. أقدم إليكم تحية التي صدرت من سليم القلب، تحية بدها سنة وردها واجب، تحية أهل السماء والأرض، تحية أهل الجنة، تحية لا مثيل لها، تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية، اسمي مريم محمد، فأنا طالبة من طالبات الجامعة، فأهني وأبين عن جامعاتنا في هذه المنطقة، فشكرا لكم على ضيافتي في هذه المناقشة الجميلة. أحييكم بتحية ليس بعدها تحية، تحية حارة كحرارة الشمس، جميلة كجميلة اليوم،
تحية متعطرة من الطيب والعود، تحية تعم على الجميع والأفراد، وبعد الكون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام اسمي حسن عبد الدين، فأنا طالب من طلاب الجامعات فأعاني وأبين عن تعليم هذه المنطقة، وشكرا لكم على ضيافتي في هذه المناقشة. استلموا مني تحية مقرونة بماء الحياء والاحترام، تحية لو كتب فيها القلم لانفجر، ولو نطق بها اللسان لانقطع بعظمها وشأنها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية اسمي عمر فاروق محمد عبد الله، وأنا والد من الوالدين، ويشرفني أن أكون عضوا في اتجاهنا المعاكس هذا، وأشارك معكم الآراء، وأقدم شكري وتقديري لأساتذة والطلبة والضيوف الأعزاء. جزاكم الله خيرا. أولا نبدأ عن الزعيم. أيها الزعيم اشرح لنا بعض الفوائد التعليمية. شكرا لكم على منحتموني هذه الفرصة لأشرح لكم بعض الفوائد التعليمية. فوائد التعليم كثيرة من أن تذكر باللسان، ولن نستطيع حصرها الآن، ولهذا سأذكر ما تيسر. العلم ينير لنا الطريق ويجعلنا أحياء وإن متنا، أما الجهل فيميتنا وإن كنا أحياء. العلم يجعلنا متميزين عن الآخرين ومحترمين. أيها الوزير اشرح لنا مما يتعلم الجامعات في هذه المنطقة. ما شاء الله، يتعلم فيها جل العلوم ماديا كان أو دينيا. أختنا كيف كانت حالكن قبل أن يفتح هذه الجامعات؟ نحن بنات الشمال الشرق كينيا، كنا سابقا نرتقي من العلم وتطور مشقة لا يعلمها إلا الله. كنا لا نستطيع السفر بدون محرم لأجلها، كنا لا ننطلق بالجماعات اللواتي في الغدر مهمة كانت مقصورة في البيت وأموره بعد انتهاء الثانوي. أكثرنا وبنات العديدات اللواتي وجدنا فرصة في الغارب، كن يرتقن في الغارب ابتسامات وارتباها خوفا دائما. أما الآن وبعد أن فتحت جامعاتنا في مدننا أصبحت مهمتنا كالجبال. أخانا كيف كانت الأحوال قبل أن يفتح الجامعات في هذا المنطقة؟ كانت الأحوال قبل أن فتح الجامعات تستحق الإشادة ومد، وكذلك لا نجد غضاضة في خلالها، وكنا نتمتع في الرخاء والسلوة في تعليم العلم، وكنا نتعلم في وتيرة بلا كد ونهب ومشقة وملل، وكنا نتعلم بحبور وبهجة وجدل، وكنا نرحب التعليم كلما غرد غمرنا وفؤادنا، وكانت تستحق أن يكتب بماء الذهب، والتعليم آنذاك نافعة تافهة يستخدم باللياقة ويتعلم بها كما يراد. أين الوزير؟ ما السبب الذي حملكم أن تبنوا الجامعات بهذا المنظر؟ الأسباب كثيرة، ولكن السبب الكبرى الذي أدانا أن نبني الجامعات في منطقتنا هذه، فكان لما رأينا احتياج طلبتنا إلى الجامعات، الطلبة ليسوا سواسي، منهم من يستطيع أن يسافر إلى الخارج للجامعة، ومنهم من لا يستطيع ذلك، وأن يكسر قلب الفقير عندما خلص الثانوية لعدم استطاعته إلى الجامعات، ولا يرحل إلى الجامعة غير الأغنياء.
فحينئذ أتينا مصلحة وسطية بين الفقراء والمساكين، بين الفقراء والأغنياء، ولتصير همة الفقراء لتصير همة الفقير عالية وليتم تعليمه مع الأغنياء. أخانا، أيما أفضل الجامعات الخارج والداخل؟ لا ريب أن الجامعات الخارجية أفضل من الداخلية، لأن الغربة نفسها درس وعبر لأولي النهى. حين حطت رحالك في بلد لم يتأتي لك أن تجول فيه وتجعل أصحابك وأسرتك في طية نسيان وفي زاوية مهملة، ولا تعرف المجتمع المدني والبدوي وهويتهم تختلف على أنماط مختلفة. حتما يكون كتابك أنيسا لك، ولذلك تتفاعل مع الكتاب وتحفظ الدروس اليومية ولا تشغل أحدا، ولا تشغل أحدا من الناس، لأنك لا تعرف تكون دراستك ذات جودة عالية. أما الداخلية لا حظ فيها حسب رأيي، لأنك تتعامل مع أسرتك وأصحابك ولا تحقق الطموحات التي تصبو إليها إلا بمفارقتهم. أختانا، كيف أصبحتم الآن بعد البناء لهذه الجامعات والتطور؟ ونفكر الآن بالمراتب العليا، وقد رأينا في جامعاتنا عجائب وغرائب ما لم نكن نتلقى أو تعلمنا من العلم، ما لم نكن نتعلم لونها، ونحمد الله على هذه التطور. ثم نشكر المفكرين والمؤسسين في هذه الجامعات، هذه قدوة خذونها إلى الإمام، وهنيا لهم على التقدم الذي أحرزوها. ولسان حالنا يقول: جامعتي يا نور يقبل ما أبهى حسنك، ما أجمل ما أروع صورتك المثنى بين البنايات وهي أفضل. جامعتي حبك في قلبي، أن نقض نحوك ورحل وألقى سحبا إبرارا، نتنافس في العلم ونتقبل نتلاقي بالحب، ونغدو في الطريق المعرفة الأمثلة. جامعتي كم يحلي وقتي في صفي وفي قاع المحملة. جامعتي حلمي أن أصبح إنسانيا بين المستقبل، يتسلح بالعلم وأمضي وأشارك في قصدنا المشرف الذي أحرزوها. هل جامعات المنطقة تنفع المجتمع؟ تنفع، لأننا لا نجد حبة خردل من الفوائد، بل نحصل منها خسائر هائلة لا يحصى ولا يعد في هذا المجال، منها عدم الدراسة من الجامعات، وندفع عن أولادنا بمشوار كل يوم ونحن لا نعمل أعمالا كثيفة. وهذا الداعي الذي يدعي أنه وزيرا وبناء الجامعات وشراء ما تحتاج الجامعات، ما قدم عشر معشار ما نوه. أيها الوزير، كيف تمشي الدراسة في الجامعات؟ ما شاء الله، تمشي الدراسات على ما لم يرى قط، وعلى كيفية يدافعون الناس بفضول أموالهم. الحمد لله. كذبة وفر، الوزير أستحي، لا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة، إذا لم تخشى عاقبة الليال ولم تستحي فاصنع ما شئت. مالي يا خالد، مالي، ما الأمر؟ أيها أخانا، كيف وضع الرهن الآن؟ بعدما حدثت ونادرت الجامعات، بدأ وظهر المشاكل والمشقات، وضاقت التعليم لدينا لأجل الوضع الراهن.
وكثرة الرسوم مع أن أولياؤنا لا يستطيعون بدفع الرسوم. ترى إذا التفت التعليم يبدو لك على أنها وشك الانتهاء وأنها صاعدة على الأرض، ولا أحد ينكر ذلك إلا من يتعامي عن الحقيقة الذي لا يتماشى مع الوضع الراهن، الذي لا يتماشى مع الوضع الراهن الآن. حري به أن يكون متأقلما مع الوضع الذي بين أيدينا. أليس هذا سهل؟ هذا الادعاء لا صحة فيها أبدا. من يتفوه بمثل هذا الكلام هو من لا يريد التطور لنا ولمجتمعنا، ويريد أن نكون تابعين لأناس آخرين، ونحن نعارض هذا الأمر ولا نقبله مهما حدث. العلم مهم من المال، ومع ذلك فإن جامعاتنا تعلم طلبة بسعر منخفض جدا، ومن لا يملك شيئا لا يقدر الدفع لا تتقاضي منه شيئا، ونحن لا نستغني من العلم. وكما قال الشاعر: تعلم فإن العلم زين للفتى، من حلت الحسناء عند التكلم، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغيرا إذا اتفلت عليه محاسب. أيها الوزير، هل هي حقيقة أن الجامعات المغربية سعرها مرتفع جدا كما يقول هذا الباحث؟ كل هذا بهتان عظيم. يطعنوننا أن الرسوم كثيفة ولكنها قليلة بحسب إدفاعهم إلى الخارج، لأن تعليم الخارج تحتاج مشوارا كثيرا، وبالتالي فالأساتذة تتعلق مما يتعلق بكم، أعني لهم أسر تحتاج عنهم نفقة. إذا اشتكيتم عن شأنهم وتركوا أمام أولادكم من يعلم أولادكم؟ فهذا أتوقع ليس لها جواب. إذن واعلموا أن الرسوم شاي الأساتذة، ربما تصير الأجرة أجرة لا تسد حوائج الأساتذة. إذن انتبهوا. أيها السعيد، تسمع ماذا يقولون الوزير وطالبان عن شكواهم لأجل الرسوم، إذا فما حقيقة كلامهم وأيهم أصح؟ أؤيد الطالب وأعرض الوزير، وجل كلامه بهتان عظيم، بل يتقاضى منا رسوما أكثر مما يتقاضى منا في الخارج. أيها الوزير، ألا تستحي تكذب علينا؟ أخانا، ما الحل للمشكلات التي أخبرتها؟ الحل سهل وميسر جدا. الحل الأول أن يغير المنهج الجامعات والعمال كلهم حتى الوزير. الثاني التشمر إلى نيل المطالب. الثالث أن نرجع إلى ما كنا فيه، لأن كل شيء يرجع إلى أصله. الرابع تحقيق الهدف وأخذ الوصايا. وأختتم من كلامي إلى هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا، ما لا تشجعين البنات اللواتي ينقذن البيت ولا يمكن لهن الالتحاق بالجامعات؟ أولا نشجعهن بأن لا يفوتهن الفرصة، لأن الفرصة ثمينة لا تدوم أبدا. أيضا نشجعهن بأن يستفيدن الجامعات اللواتي يذهب سابقا للقارب. والآن نحمد الله يوجد في منطقنا وفي مدننا جامعات متنوعة، وهذا أفضل محدثا، ونشكره أيضا بعد الله وزبرنا وزير التعليم الذي سهل لنا بمجيئة هذا الجامعات اللواتي استفدناها الآن، ونقول له شكرا جزيلا يا وزيرنا، الله يحفظك. أيها السعيد، ما
أنصحك يا وزير أن تصلح حقوق الطلبة والوالدين، وأنصحك أيضا أن تؤدي مسؤوليتك وأن تتم المهمة على أحسن وجه والكمال، وإلا سنلبسك في السجن. وشكرا لكم جميعا، وأقصر كلامي إلى هذا الحد لقلة الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الوزير، ماذا قولك الأخير؟ أولا أشكر الطالبة وأقول لها أنت أولى بالشكر. قولي الأخير النصيحة والتشجيع، أشجع للطلبة أن يستغنموا عن غنائمنا، أعني عن جامعاتنا، والله في جامعاتنا لا علم، استغنموا عنا بالله عليكم. ثالث، ألا تحبون أن يتعلموا أولادكم براحة وبسكينة؟ ولا تريدون أن يبتعدوا عنكم ويذهبوا إلى بلاد غير بلادكم؟ بحيث أننا جعلنا الجامعات أمام بيوتهم. اسمعني أيها الوالد، يتناول ولدك الفطور في البيت ويذهب إلى تعليمه، وفي الغداء يرجع إلى بيته ويستريح معك، أليس هذا فضل من الله؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونصحهم أن لا تفوت فرصهم بالهمل والعبث، لأن الفرص لا تعود ولا تعوض، ويستحذروا أن يتعبوا بما لا منفعة فيه. وأختتم كلامي تحت قول الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا اليوم، وبمن يريد بالتفاصيل يمكنكم أن تتابع مزيد من الأخبار موضوعنا على الإنترنت وعلى حساباتنا في الفيسبوك وتويتر ووصل www.imamnawi.co.ke. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتدان سود وين دونا، لكن هالشعب كوحدة كوهر رئيس ودقيقة غير قادم دونا كده إن شاء الله تعالى وسوسحرينا موضوع فلتفضل. أو بنت يتزوج، لماذا؟ إما متجولة متطوفة في السوق غير متحجبة، لا تستر عورتها، تنظر كل عين، ليس لها حياء ولا إيمان، ولا ترد يد اللامس، وأنني أريد الرجوع إلى الخارج. وإما بساسة مسكينة لا تعرف تربية أولادها ولا تكنس بيتها، وإما بشاعة قبيحة الوجه تلد الضبع، ولا أريد هؤلاء الثلاثة، وأريد واحدة متكاملة تنفعني وتنفع أهلي وأولادي ومالي، ويفرح كل من رأى وجهها، وتلد أولادا وصيما كمثلي، وأن يقول عيالي كمثلي. والآن أرى واحدة، خلي أتكلم معها وأغازلها، لعل الله ينفعني بها وتنفع أهلي وأولادي ومالي. أنا أريد زواج، أنا كبرت الآن وأريد زواج، لكن أين يوجد رجل جيد ولي ميزة خاصة؟ وهي لازم أن يكون رجل الذي أريده علامات وآيات كثير، منها أن يكون غنيا ذا مال كثير وبيت كبير، أن يكون ذا حسب ودين ومروة، أن يكون جميلا وسيما، أن يكون خارجيا أي جاء من الخارج. والآن أرى رجل جاء من كندا وله مال وبيت كثير، لكن ما يقنعني
لكن فلا مشكلة، أخذه المال وأتركه وأزوج الآخر. بخير، ما بك تبدو على غير عادتك. في الحقيقة أحس وكأن سهما احترق قلبي منذ أن رأيتك لأول مرة. يعجز لساني عن وصف مشاعري. نعم، زوجك المليل يجبرني من كل ما لقيته. ما شاء الله، لسانك فصيح وتجيد استخدامه، ولكن كثير من الرجال يخدعون النساء بكلام معسول، وكلانا يعرف ذلك جيدا. ما تفعل الأولى؟ ما تجمع، وإلا ستسوء الأمور أكثر. عجيب، تغازلها هكذا؟ من الواضح أنك لا تعرف شيئا من المغازلة، فابتعد. كيف تكون المغازلة؟ ما أدمرك وأبهاك. لك وجه كالقمر، وعينانك عين حور العين، جمالك يسلب القلب والبطن. مرحبا بك أيها الثعلب الوسيط، فقد ملأت قلبي سرورا بكلامك لحد هذا، ولكن من أنت وبالغير تلك العارف نفسك؟ فأنا رجل غني ذا مال لا يحصى ولا يعد، ولا يوجد في العالم أحد أغنى مني. لي 2000 من الإبل، و5000 من البقر، والغنم وصل ملايين، وأستطيع أن أشتري مدينة كلها، لكن أخاف عينا. وستسكنين إن شاء الله أغلى بيتا في العالم، وتأكلين فطور في لندن، والغداء في إسطنبول، والعشاء في مقدشو، وستكونين رئيسة النساء في العالم. كيف ترى؟ فهذا هو الذي أبقى حياتي. أيها الفتية، لا أستطيع أن أسألك لأن لي ذاكرة قوية، بل لأن لي قلب لا يوسع من استودنه، قلب لا ينكره من استودنه. فدعيني أرافقك ولا أفارقك، وأحميك ولا أمحيك. هذا هو الذي يحب حياتي. لماذا عني؟ أتفضلين هذا الرجل الغريب الذي لا تعرفين عنه شيئا؟ هذا ليس عدلا، سألجأ إلى القاضي ليحكم بيننا، فلن أدعك تأخذها مني بهذه السهولة. اسمع يا هذا، المرء يختار من يهوي وإلا لغاه الطريق، والطريق مفتوح أمامك، فامضي وأعطني الابتسال أكثر من هذا. هيا بنا نذهب إليه معا. لن أستسلم بهذه السرعة، أنا ذاهب إلى القاضي. دع، هيا بنا نذهب إليه معا، فأنا واثق بأنك ستخسر عند القاضي كما خسرت هنا. السلام عليكم أيها القاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خيرا إن شاء الله. ما هي شكواكما؟ كانت هناك علاقة بيني وبين هذه الفتاة، فجاءنا هذا الأعرابي وأفسد علاقتنا وحطم قلبي. وكيف فعل ذلك؟ جاءنا ونحن نقضي وقتا ممتعا بالمغازلة وحلو الكلام، ثم دخل بيننا فأسمعها كلاما عذبا ومالت إليه وطردته. وأنت ماذا تقول فيما سمعت؟ هيا تكلم. أيها القاضي، كل ما قاله صحيح، لكن للفتاة حرية وقد اختارتني عليه، إذن فلا لوم علي. حسنا، لقد سمعت كل منكما، والآن سأستر الحكم الذي تستحقان، ولكن قبل ذلك لتكشف الفتاة عن وجهها. يا إلهي، ما هذا الجمال؟ لم ترى عيناي جمالا كهذا قط. والآن اسمعاني جيدا ما سأقول. هذه الفتاة لا تليق بكما أبدا، إنها تليق لقاضي مثلي. أي حكم من هذا؟ أي حكم من هذا يلقى؟ أنت تظلمنا أي القاضي؟ كفى عن الثرثرة وأخرجا من هنا بسرعة. هذا ليس بعدل. حكم كلامي ستعاقباني بشدة. سنبحث قاضي غيرك. لست قاضي. لا أريد أن أرى وجهيكما أو حتى أظلكما حول هذا المكان. انصرفا بسرعة. هذا ليس بعدل. لن أذهب، وإلا سترى مما لا رأيت منذ عمري، وسأجعل عليك وضعا غير مسبوق. يا منية القلب، لقد خرجت لي من حيث لم أكن أتوقع، وكل هذا لحسن حظي، فلترافقني. أن العلم هو فطرة رباني ورث في قلب البشر، ولا يخرج ذلك الحب إلا ارتباط الفتية ثم تجري معها الغزل، وتأخذ منها الثقة، وتظهر لها الحب، ثم تمتاز علاقة وطيدة، ولذلك يأتي الحيوية والنشاط الطبيعي، فيحصل التقارب بين الأفكار والآراء والاتجاه. علاوة على ذلك، حبي لا يزال قائما عليك أيتها العشيقة، فمن رأي؟ أولا هوني نفسك ولا تتهوري، وتريتي وتأملي مما تقولين، رب صغير أعجب من كبير وأخير من الشيخ، وليس الصغر يمنعني الارتباط معك، ولا يلتلج صدري إلا المبيت معك، وفقدك لا ينفعني عني من جوع، ونفسي رهن إليك، وقلبي يحزن لبعدك عني. عفوا أخي الكريم، أنت عبقري لا يستهان به، وأمرك على الرأس والعين. شكرا. ونفسي موهوبة باعتبارك ما سيقول إن شاء الله. شكرا على موافقتك يا ريحانة قلبي. على أن هذا الشيء سيجيبك. ماذا؟ والله ما أدري هذا بسبب. أخذ مني أخذ منك، وكيف أخذ منك؟ وأنا موجود وأحبها جدا وأنا أولادك. هذا ليس حق، ليس حق هذا وليس عادل. والله هذا ليس عادل. لا أدري ما أفعل. أقتل نفسي؟ لا أفعل. ما أثر المجانين في الأونة الأخيرة في هذا المدينة؟ والآن أرى واحد يتكلم مع نفسه، ترى ما الذي أصابه؟ خليني أسأله. ماذا تقول؟ هل أنت مجنون تتكلم مع نفسك وحدك؟ وأنا أتكلم مع نفسي كل ذلك. ماذا تقول؟ كل ذلك. نعم. تريد أن أقتلك؟ نعم. هل لديك دواء؟ نعم. ربما أني أستطيع أن أساعدك. أصابني عشق. عشق.
لما تفعل كذا؟ هل داء الذي وعده أصلا؟ ليس له دواء؟ ليس له دواء. فماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أخبرك ماذا تفعل؟ نعم لدي دواء. نعم ونقل نفسي. أنقل نفسك. نعم أخبرني ماذا تقول؟ أيها العشرة والشاغ بالله خبروا يشتد عشق بالفتى كيف يصنعه؟ يداري هواه ثم يكثر مصره ويخشع في كل أمور ويقطعه. كيف يداري ولا أقاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع. فإن لم يستطع صبرا لإكمال سره فليس له شيء سوى الموت ينفعه. موت؟ موت نعم. كل واحد يخاف على الموت. نعم أنت لا أقتل نفسي. لا أنت موت. سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي إلى من كان في الواسع. الله بركاته يا الأخوة والأخوات والمشايخ والضيوف والسلام هيا إلهي بمهد إسكال سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكثيرة وعلاياه الجسيمة وحان كفر حسن هاي مانتها برنامج كان هي حفلة دن هل كان قد عضي ضربة دي معد كإمام النووي في قارس رحدي ساكويا اللي مانتها وحين يصوب بريقان واحد وفر حوي دمان متخرجين تا هي كوا هذا متخرجين نبدا كوسي صعدة وحان اوهم بليين اينا او انتهنيت بوغادين لا أدرينا منهج كان قويم كأي قاتين أي ما أنت هالكن قصة بندقين إن أي أهر سيدان دالبادا إيا شبان تا إن تولا كلا إن كور هينين هوشان قالقا أي قيمها أه أي أن لهيلي كري وحاد أغاتان حداتين طلبو أستاذ كي واحدا صوبري إي أساتيدي واحدا صوبرتي لما أنتهد إذن هرسيد دي أرنتان رائعة أيضاك لأن الهيلينين إني نحل مامين أو أدكاء قونساتان ومضا إنت ذاك حياً إيا وميتاً إنتوا هذا إنتان إيا هدي نور يهين با محايا لي علمك أنبرانا إنو من المهدي إلى اللحدي إنت مسلسل كأه وحنوسو قاري توغير إيا التقدير إيا احترام إيا حشمت بنوسو قاري marka dib u fiiriso salafkii iyo dadkii la midka ahaa ee sulaxada ahaa dadka waxay ka bartaan waagi hore ustaadka markasta kabaha markuu siibo intuu ardaygu u qaado ayuu u dhigi jiray makaanka uu darsiga ka soo galay markuu soo galayna intuu halka ku soo siibaa loo soo qaadi jiray taana waxa weeye xishmad ee tacabud marka ma aha waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad aan ku mahadcelinayaa طلباتن صوبر دكتي هي أساتذة صوبر بارسي هي كسوق الجلياشي إيوه أنت وسائل الإعلامات كأوت على جش إني جالسيا استئمت كرجل فائدة ستو أيام مرة بدو ما حد علينا وحان سكوت دردار من أضمانتن وحنا على بري إن إله سبحانه وتعالى كجحي شرنا نبي وحيد صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود ورين هيو استحيوا من الله حق الحياة سحبوا وحيد هن قلنا إنا لنستحي من الله والحمد لله إلهي بان كحيشون إنا إلهي بان مهد اسكاله نبي وحيولي ليس كذاك حيشوت كسيدة معها وواسيوي نبي وحيولي أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وأنت تذكر الموت ولا تنسى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومعنو حوي مركز حيشون إيسو إلهي نات كحيشون إيسو أما أنا لا أتساق هذه الحملة سيء قادتي إلى حجة نقطين حجة هو نقطة مدبى نقانة إلهي إن لقى حشاد أيو مدني هاي حشاد كإلهي لقى حشاد أنا هو نقانة يا إن هذا ماذا حفظي سو إياه وما وعى ماذا حمرك الحفظي محا كلو الحفظين يا وما وعى وعى الله وحده ويلي ومحاوية من الأعين إياه واللسان إياه والسماع أنتم بقى الحفظين ساعة عربك الله حفظين هيا إنها الله حفظين هيا مقلك الله حفظين هيا وتحفظ البطن وما حوى وإن لحفظي أي نبي يريد حشوتك الله لقي حشون هي على الشه وما حوى يوحى الله وحي كوبته وما حي كوبته من الفرج يا والرجلين يا واليدين انتم بأيدك أمر قاتل ضمان
وقفك عاقلك أو فهمي يا إلهي قاك أتركيبي يا ميرها لغا صوغالو إيه فسهاتك يا خيرك إنتو بكردشا وطهو نبي قيري قفك إحفي يا لبحو منوت جنة أنا قان أبالا قادها يا وأفلم والفرجوي وحا حيشوتك إلهي لغا حيشوهن يا كاملة وإن عد حيشوت إلهي كحيشوت حق الحياة أيضنا قيبك النقوني إن آخر حصوصته أو آخر أظن هلمامين علمك الله إنا صبري أنت عجيبت على صبري جماعة أرضا ونقول إذا تغير يسامين بأي وياشان تركيب عربي النظام كان زليق جاء حنفلا يا تضبطنا عربتا كمية هذه ما تمشي جوج الهيان إن أي أسوه يجرون الهيان قارس على مركب سيء برتان أي مركب قارقود تركيب تولى مركب في رسو وحكم مقام نحر بدن أو حاجة نحوي جاء يا كمر لكن أرضا ما تمشي وحكو برنيسي وحنو ده زليق هذا تثنية ذا إيه جمع إيه تتكير كي تأنيث كي إيه قاف كي أتركي بني إيه وحال مدى سيد اللقادة الصومالي عمل إنه صوبرتين أهرين تانا دعد الله شكري يدو حنو علينا أئما دي إيه مدرسين تي إذا صوبر بارسان علينا علمي أنا صوبرتين وحان رجينينا إن شاء الله تعالى إننا لفر السنين وإلهينا أتكا حيشوتان بين آدم كان أتكا حيشوتان حديث كان نبيغا وصيدة أين إسيينا أغلطان علمي قيمها بناء قايدة لها معلمين تين إن صوبرين أنا الهمامين هل كان ومفتاح أن كسي ودنا أو تكلم هذا عربي أم برنامج هذا من لفظ السنة ويدلي أو واحد أنت هذا عن مدى حريدين وشيخ هذا نقول ما هو حرجين هي إن العلم جم مفتاح ويا أن سي ودنا أو مركز توا حضب ما لب ما أنت كسي دم بيسا الدنيا اللي أنت كسي حجتون كسي حويناتها خسارة هي قسوة القلب بيهود دي لكن علمه تنمية هي شعب نما هي فهم هي فيرو هو سيد هي وهنقص وختمها هي هل حديث او نبي او يلي واشن كلمه ككوبن يحيي وريا ايغا قادا مانتا او كو عمل فلاح ابو هريره ورين هيا اما بره قف كو عمل فلاح صدح كميده وذيلي اتق المحارم تكن اعبد الناس نبي و خو يلي ابو هريره والكلمه كشنتا ايغا حفظيو او مخا كميده اتق المحارم هرت محرم محرمت اسك الى لومس حرمت اسك الى علي حرامت محكوك الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكون مال اليتيم يا وحي لما ذوي قال كما لما دم يسري هاي اسك إلى اللي بقى لوجي لي محارمت أعبد الناس هذا اسك إلى لسه على شال وح حرانة اتك إلى لسه إن هذا حرام اتك إلى لسه عرف هذا حرام اتك إلى لسه قف كأمة دعوة عبد سما نقنيسة وحاكل ويجري ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وح إلهي كسي يا رايا يا بنايا به كره للنقو وحن نقول إنسا أغنى الناس إنما الغنى غنى النفس وحجر وأن تحب للناس ما تحب لنفسك ذاتك وأين اللج على تو وحي كلج عليهين تكون مؤمنا وأن تحسين إلى جارك تكون مسلما بوجر وألا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم إخواني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وحن رجينينا أحاديث كاس عن إذن كنت الأخرية معاني سواد قرن إنسان لمانتين وحان مر لبعض مر صد هذه مر فاد وقوم هاد علين هي إلى هنا أن وشكرنا هنا نعمين كسان ووين أن وقوم نستي إيوه عطية ذن جسم هذا إلهي أو نسي هي توفيق ذن عقل كان سليم كاه وحان ندعو عيننا أساتذة صوصارتي وحان مرهنا أيان وحان ندر طارم هي إن أساتذة كحيشوضان أو إنسا هلمامين تدك مجالة كوجرة آخر موقتا وحبا أن كور هينين دينتا وحبا أن كجرنين إني أهر سيدان إني كسو حلمان أماكن تا دينتا وحلقة برتو إن شاء الله تعالى وان ديريي وان هلليي إنتا سنقصو قابنها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركاته رجل دمر با أنا كم حليه راح حسين محمد دبر عبد الفتاح ويقول كي ما هنو ملاينا نيوتر رواني كا لغة عربية إن الأرض إن قطع أو مدرسة كشكل معها وضع العرب من ده لغة دي لغة الله ما جالس لك ولانته وأنا لغة أصل وأنا لغة إسلامية وأنا لغة أو قرآن كدونين إن لبرتو هذا في عن ثاي وسيد الشيخ له الشيخ إنه ملاذ دارن كيس أذو معنا هذا وحكى له سيد راي ملاه أنا ما سوق قابين وين دلني وقت يفدني أنا كا مركان هذا وطن كعربتا أفعل بهالمقرنين لكنه
ليه سرد ما هو معنا لغة ده وانا سوف أفهمه مش دبي لا ينجوجري لغة ده هذا مدرسة ما عادين قالني يبوم ما قالني لكن وان مغلاي فون فون ده مي سكول لغة ده إنجليزي كوش خير ينجري لكن لغة ده كده ما على قبضة ده مركا حالات ده دارو سيدنا كان يجري نه دين تان كود لقانو دين تا وحولنا نغري بيسا سيدي الله دهان دار رعنو وحولنا نغري بيسا سياسانا رعنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي سبحانه وتعالى سيدا وهلك النووك المييي إلهي جنة الفردوس لعلى الله النووك المييو وحنا دي هاد قمها العلنة يا حفلة قيمها بضن ذاتك مرتضاها وكسو قيم قلي أضياشة يا علماء الدينك يا محوها يا أرضدي حفلة محوها لوسم يا اللقوسة قوتينيي ضلبضا كلاو محوها يا يونا كقيم قاتي سقوتينتا ضمان وسلامنتهين آدي هاد سلامنتهين وقت وقاب إن شاء الله تعالى وان كوبي دون هدي لها يا فردي قبل قدالي رالين اسكا هذا ان شاء الله تعالى وحان ربا ان شاء الله تعالى انا قضبتها تابتو هدي لها الى وقت وقاب قابا قضب ككوبات وامان تامحو هاي يسقوتين تان سقوتين انو ارداد امان تامعتك كقل انشبين ايسا اوه دفعة دي تضبية طبنات الدفعة السابعة العشر ودفعة دي تضبية طبنات مانتا اوه اي تاريخ تهي كون افر بقول أفرتك بشي كوبية طبنات شاني اللباتن كيدي هجريغا وكو آدن لبضا كونية سغالية طبنك بشي تضبات سيدي اللباتن كيدي ومالنا حضا قضب كاسي وحالاهي هنيئا لكم ثم هنيئا لكم نودعكم مالانا هاي أرداد قالن شمينيسا وإن شاء الله تعالى ما أنت أنسقو تنينو آدي آدمان وهم هذه العلية مركز كوباد يا مركز لواد يا مركز دحات بوانا نود عيننا وحنو ما العلية وكلا والدين تيمحو هالكن سوق قارسي سي أرضا يقول اسمون سوق قارسي إن هالكن لكن وحن لانا هاي والد كي مشينك وها ودبدا كالريحيي ورقالها كبحينيي وطلضا محو هاي كقيسينيي آدمان يا وهم هذه العلية معلمين تواح صوبري ومحو هاي ومعدك oo ardadaas muxuu ahaayay soo tababaray oo heerkan soo gaarsiinay iyagana aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay oo noogu filan amaan waxa laga yaabaa ardada maanta qalin jabinaysa waa 32 arday weey macallimiinta wax soo bartay 32 arday waxa laga yaabaa inay 3 macallin ama 4 macallin inay yihiin baa laga yaabaa ama ka yar laakiin waxaan oran karaa 32 macallin inaan diyaarinay baa halka ka aragtaa markaan leenahay 32 arday baa qalin jabiyay macnihi hadu waa 32 macallin inaan diyaarnay ka dhigan tahay taa waxa la oran karaa marka waa mid aad iyo aad u badan oo samaradeedii waka waa la arkaa qodobka labaad insha Allahu ta'ala ku dheeran maayo waa wasiya wan nasaayih inaan u dardaarano una nasteexayno si guud ahaaneed ardada si gaar ahaaneed dadka muxuu ahaayay mutakharijiinta waxaan kula dardaarmaynaa koow in la sii wado dalabatu cilmigi oo wixii aad barateen wixii loo oran jiray muxuu ahaa qalin mugdi hadii aad jabiseen oo aad shahaado qaadateen macnaheedu inaad luqad carabiga aad dhameyseen ma aha waxaan leenahay irid baa la idinka furay ama albaab baa la idinka furay albaabada kalena ku sii darsada oo jaamacadaha iyo macaahida iyo madaarista iyo muxuu ahaayee meelaha tacliintu taalo sii wada baan leenahay waxaan u dardaarmaynaa oo kale inay sabraan tacliintu waxay u baahan tahay sabirba u baahan tahay ardaygan tacliintu dhib fara badan bay leedahay waa inuu ardaygu markuu wax baranayo sabirka inuu iska horreysiiyo waxaan iyadana ugu dardaarmaynaa inay ku camal falaan wixii ay barteen waa luqal carabiya luqal carabiyana waxyaabaha loo adeegsado waa la yaqaanaa waa alkitaabu wasunna iyo khidmatu alislaam waxaan leenahay oo kale iyadana aan aad uga codsanaynaa inay nacafiyaan sababtoo ah dad meel wada joogay baan ahayn macaamalo fara badan baana dhex martay waxaa laga yaabaa ardayga inaad ku khaldanto waxaa laga yaabaa muxuu ahaayay inuu shaydaanku ugu kiciyo waxaa laga yaabaa dad meel wada joogaanahay waxyaaba badan oo khalada dhici kara in ay ardadu ay nacafiyaan annagana cafis bay naga yihiin iyo masaamix
waxaan rabaa qodobka saddexaad inaan u soo gudbo taariikhda macadku aad u kooban, waqtiga la isiiyaba aad u yar, waqti fara badan in la isiiyo ayay ahayd, laakiin waqti muxuu ahaa dadku fadhiga ku daaleen. Insha allahu tacaala markaa idin dhibimayno oo wax badan oo muxuu ahaa fawaa'ida maanta waa la akhriyey. Waxaan rabaa taariikhda macadka, horeba sidii loo sheegay 2012 baa macadka la aasaasay, 8 sano ayuu macadku jiraa. Macadku wuxuu u furan yahay bini aadamka oo dhan buu u furan yahay. Waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin arda keliya macadka dhigata oo muxuu ahaayey dhallinyaro ah, macadka dad muxuu ahaaye dowladda heerar sare ka haya way dhigtaan, culamaa udiin baa dhigta, culimada subkim oo aad ogtihiin oo majlisul aclaa alkeeni qaybo ka midabaa arda ka ah macadka, waalidiin baa muxuu ahaaye arda ka ah, hooyooyin baa ka ah muxuu ahaayey macadka oo qaybaha laga yaabay inay takharujayaanba ay ku jiraan. Macadku marka wuxuu u furan yahay rag iyo dumar, waa u furan yahay qof yar iyo qof weynna waa u furan yahay. Macadku marka in sidaa loola socdo oo muxuu ahaayey uu macad mujtamaca iyo bulshada oo dhan qaybaheeda kala duwan u furan inuu yahay in la ogaado. Sababta macadka nagu dhalisay waqtiga aad u dheero kama gaadho, laakiin markaan aragnay inay iskuullo badan jiraan, madaaris badan oo secondary ah oo muxuu ahaayey islaamiga ay jiraan, oo muqararaad lagu akhristo, oo macaahid iyo xalaqaad iyo kutub meel lagu akhriya ay jirto, oo xalaqaad iyo muxuu ahaa masaajid la akhriya ay jirto, oo aan ognahay dad fara badan oo mujtamacuhu ama ganacsataa ama suuqa ka xameesha ama ka shaqaysta inay luuqada carabiyada u baahan yihiin, markaan dhankaa ka fiirinay ba waxaan u baahannay inaan dadka baro qaabkii loogu hadli lahaa. Waxaad arkaysaa 40-ka laga bilaabo ilaa saxiixul bukhaariga qofkii wuu yaqaanaa laakiin luuqal carabiya kuma hadli karo. Marka muhiimadanadu waxay aan macadka u furay in dadka qaybaha kala duwan aan sheegnay luuqal carabiya qaabkii ugu hadli lahaayeen inaan tusno oo aan macadka u furo. Ardada maanta ka qalinjabinaysa, si guud ahaaneed macadka dad ka qalinjabiyey 360 qof bay marayaan, maadaamaan horu soo sheegnay inay tahay dufcadii 17-aad. Ardada maanta waa 32, 24 waa rag, 8 waa gabdho. Halkaa waxaan leenahay kaftan ahaan dumarka waa laga badiyey, doonar hore ay ka fara badnaayeen raggaa jirtay, tacliintoodii marka waxoogaa waxaad mooddaa in laga fara badan yahay baad mooddaa doorkan. Si guud ahaaneedna macna dadka ka qalinjabiyey waa 360 bay marayaan baan idhi. Waxaan rabaa qodobka afraad inaan sheego caqabaadka macadka iyo waxyaabaha caqabaadka ah oo macadka laga yaabo inay caqabad ku tahay. Alxamdulillaah, caqabad weyni ma jirto, laakiin waxyaabo badan oo caqabaad ah oo ka hor yimaada muxuu ahaayey tacliinta way jirtaa. Kuwa waa kuwa caamaho dadka oo dhan way nala qabaan, kuwana khaas bay muxuu ahaa macadka u yihiin. Waxyaabaha caamka waxaa ka mid ah oo madaarista iyo iskuullada iyo macaahidda iyo maraakiistuba iyo taxfiiryaduba ay muxuu ahaaye ay ka siman yihiin bay-ada markaa lagu nool yahay ama goobta lagu nool yahay. Waxyaaba adiga khaas aad la tahay ma aha, waa wax caam oo guud oo muxuu ahaa dadku saameynba isku yeeshaan. Dadka dhallinyarada marka waqtigan joogta oo magaalada Gaarisa ku dhaqan waa dareemi kartaan baan u malaynayaa muxuu ahaa bay-ada iyo dhibka ay wadato tacliinta. Sidoo kale waxyaabaha caqabaadka dabcan noqon karaa waxaa ka mid a oo caamka ah, alxamdulillah hadda waan fiicannahay, waqtiga macadka aan furay waad garanaysaan baan u malay magaalada Gaarisa ammaan darro fara badan iyo nabadgelyo darro fara badan baa jirtay, laakiin walilaahi alxamdu waan ka soo gudubnay, waan u dhabar adeegnay, macaahid badan iyo maraakiis badan yaad ogtihiin inay saaxada baneeyeen ammaankii markuu xumaaday, taana iyadana wax guud bay ahayd. Waxyaabaha caqabaadka oo haysta oo muxuu ahaa macad ka mid a waxaa ka mid a khaaska uu leeyahay galaasyada macadka oo aan ku filayn, 4 galaas baa furan. Macadka goobtan uu degan yahay waa goob cidhiidhi ah, goob isagu uu leeyahayna ma ahe, waa kiro. Saa darteed macadka waxyaabaha caqabadaha haystay ka mid tahay, yacni ma qiyaasi kartid, haddaan fiirinno ardada macadka joogta iyo ismalaha meesha uu macadka uu degan yahay. Marka waa caqabad insha allahu tacaala inaan ka bixi doonno, yaan ilaahay ku rajo weynnahay. Waxaan leenahay ugu dambayntii ardada muxuu ahaaye waxbaratay oo luuqadaha bartay, luuqal carabiya bartay, ninka shaacirka ee gabayaagiihi wuxuu lahaa biqadri luqaati lmar'i yakthuru nafcuhu fatilka lahu cinda almulimaati acwaanu faaqbil calaa darsi اللغaati wa xifdiha f
فكل لسان في الحقيقة إنسان لغتها قف كستو قف كستابا قف كأوكل لغة بنية هي يوكان فع بنية هي لا شك ولا ريبة شك ملها وحلينا مركز تدخل لغتها برتان واللغة العربية ولبة حوجها صاران هذه اللغة العربية عبرتو وحاله با كتابك يا سنة إن الفهمي إسلامك إن ذو خدمين وحال له إن شاء الله تعالى دمانتين إنك أسكدوبا هذه هاد بعد ما سنتهين وغرقتان ووقتي هذه بعد دعاية ووراقا لإيسو ديبا يامحوها إن فصحة إن شاء الله تعالى وان ساسا قصورورنا يا دمانا إلهي سبحانه وتعالى مركة كوباد يا مركة الواب إلهي وحان كبر يينا إلهي إنتين ما يشفر دي يا مسلمين تقلب إلهي إنو دم بدافو علمنا قوك وأنفع محوها يا إلهي سبحانه وتعالى ومن نغيالو دمانا إسو العفية جنة الفردوس الإعلان إلهي سبحانه وتعالى إنه نوكل ميو قردارا كينونا تعليم تهلا سيوضو وحبر شادة هلا وضو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم يوسف شيخ مريم محمد معلم عبد العزيز مصطفى أحمد عبد العزيز مصطفى أحمد عبد العزيز مصطفى أحمد عبد الكامل محمد عبد الكامل محمد عدو محمد حسين أمل عبد الله عثمان أمل عبد الله عثمان أسماء حسن شيخ أسماء حسن شيخ أسماء حسن شيخ محمد حسن شيخ سمية بيطول حسين أم سليم مصطفى أم سليم مصطفى أحمد ياسمين عبد إبراهيم ياسمين عبد إبراهيم عبد القادر عبد الله عمر عبد القادر عبد الله محمد حسن عبد الله كل عبد القادر عبد الله محمد حسن عبد الله كل عبد القادر عبد القادر عبد الله كل إلياس رشيد أحمد محمد إلياس رشيد عبد الفتاح محمد كدير يوسف سمو يونس سمو عبد الله يونس سمو عبد الله عبد الرشيد أحمد علي حسن ديرة عبد الرشيد عبد المجيد حسن عبد ديرة يعقوب سم يعقوب آدم عبد المجيد ولي عبد يعقوب آدم علي عمر فاروق عمر فاروق محمد عبد الله يعقوب حمزة حسن عبد حمزة حسن عبد زين عبد الله حسن حمد زكريا محمود زكريا محمود إبراهيم عبد الله محمد زكريا أحمد محمود
عبد الغني محمد شاه صادق عمر صادق احمد عمر صادق احمد عمر عبد الرحيم نور ادم عبد الرحيم نور ادم صادق احمد عبد الغني محمد شاه عبد الغني احمد عمر عبد الحافظ مرضي عبد الحافظ عبد الحافظ بشير نور ادم عبد الحافظ عبد الحافظ نور خضر بشير خضر بشير عبد الحافظ نور أطيع شاروي انت سنقول هذا ان شاء الله تعالى وان سوق بدوينا حفلتي اللي هلكا سنوغوك هلتهاي وحان عدسانينا وحا لوغي راك وحينا يفاليا وحي قبلنا ان يقلقا كبحان يستاشي ان سوق بدوينا حفلتي الان فايد سنوغ